بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم طلاب الفرقة الثانية كلية التجارة جامعة كفر الشيخ مادة المحاسبة في شركات الأموال. المحاضرة دي بالنسبة لنا المحاضرة 5 بتاريخ يوم الاثنين الموافق 13/4/2020. معاكم دكتورة هالة العلم. الحقيقة دي ثالث محاضرة في السندات. المرة دي احنا عندنا المعالجة المحاسبية لرد السندات. عارفين كلنا ان قرض السندات هو قرض بيستمر لأكتر من سنة مالية. خلال فترة القرض الشركة بتدفع الفوائد في تواريخ منتظمة، والمرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن معالجة الفوائد. المرة دي احنا هنشوف لما بينتهي حياة القرض او بتنتهي مدة القرض الشركة هتبدأ ترجع او ايه المعالجة المحاسبية لرد السندات. اول سؤال بنسأله، يا ترى الشركة ما تيجي ترد السندات في مواعيد استحقاقها هي بتسددها بانهي قيمة؟ الحقيقة انا عندي 3 حاجات ممكن الشركة ترجع القرض بالقيمة الاسمية، وهي القيمة اللي احنا اتفقنا اللي موجودة على ظهر السند واللي بيتحسب عليها الفوائد، والاصل انها ممكن بترجع بيها في نهاية مدة القرض او بيديني قيمة تانية. المرة دي بقى بنتكلم عن القيمة التانية اللي ممكن نرجع بيها قرض السندات. زي ما اتفقنا انا ممكن ارجع بالقيمة الاسمية وممكن ارجع بقيمة ازيد من القيمة الاسمية، فبنسميها علاوة رد السندات. وممكن الاحتمال التالت ان انا برجع بقيمة بتقل عن القيمة الاسمية فبسميها خصم الرد. يبقى احنا عندنا 3 احتمالات وحناخد مثال عليهم ازاي الشركة ممكن ترجع بالقيمة الاسمية او بقيمة ازيد علاوة الرد او بقيمة اقل اللي هي خصم الرد. بنبدأ زي ما اتفقنا دايما بنبدأ نشرح كده خطوات العمل قبل ما ناخد تمرين. بنقول هو امتى انا هرجع بالقيمة الاسمية او بعلاوة الرد او بخصم الرد. لو حضرتك فاكر خصم الاصدار احنا كنا ساعات بندفع لما تيجي نصدر السندات بقيمة يا بالقيمة الاسمية يا باكتر يا باقل. المرة دي هفترض ان انا لما جيت اشتري السندات انا دفعت فيها القيمة الاسمية. الحقيقة هيبقى عندي ساعة ما رد السندات القيمة اللي هرد بيها هتختلف، فأنا ممكن أرد بالقيمة الإسمية إذا كانت فايدة السندات اللي بتصدرها الشركة تساوي تماما فايدة السندات للاستثمارات المشابهة اللي موجودة في السوق. وبما إن أنا اشتريت بالقيمة الإسمية وفايدة السندات بتاعت الشركة بتساوي فايدة الاستثمارات المشابهة اللي موجودة في السوق فهي برضو هتردها بالقيمة الإسمية. طيب انا عندي احتمال تاني ان انا اشتريت بالقيمة الاسمية لكن كانت فايدة السندات اللي بتمنحها الشركة اقل من فايدة الاستثمارات المشابهة في السوق، وعشان كده بما ان انا الشركة بتدي فايدة اقل فانا لما اجي ارد له السندات الحقيقة انا مش هردها بالقيمة الاسمية ولكن هردها بعلاوة رد، هديله مبلغ اكتر تعويضا عن ان فايدة السندات خلال فترة القرض كانت اقل. الاحتمال الثالث بقينا فاهمينه تقريبا ان انا امتى هرد بخصم رد. الحقيقة لو كانت انا اشتريت بالقيمة الاسمية وفايدة السندات اللي كنت باخدها طول سنوات القرض اعلى من فايدة السندات للاستثمارات المشابهة في السوق، وبالتالي الشركة بتعوضني على كده او بتاخد فرق الكلام ده فهي بتديني قيمة السندات ولكن المرة دي برقم اقل من القيمة الاسمية. تاني احنا عندنا اول حاجة انا امتى هرد بالقيمة الاسمية؟ لو كانت فايدة السندات اللي بتمنحها الشركة بتساوي فايدة الاستثمارات المشابهة في السوق. امتى انا هدي لك قيمة القرض بعلاوة رد؟ لو كانت الشركة بتدي فايدة سندات اقل. وامتى هدي لك خصم رد؟ الحقيقة هديك خصم رد لو انا كنت بدي لك خلال طول القرض فايدة اكتر، وبالتالي ده بيبقى تعويض للشركة عن الفايدة الاكتر. طيب يا ترى لما اجي ارد السندات انا هردها مرة واحدة ولا ممكن اردها على دفعات؟ الحقيقة مفيش فرق ما بين الاثنين في القيود، لكن كل الحكاية ان انا لو برد مرة واحدة فانا باجمالي قيمة القرض بيكتب عندي هنا، لو برد على دفعات يبقى كل مرة نفس القيود دي ولكن القيمة سوف تكون قيمة الدفعة اللي هيتم ردها. طيب زي ما احنا اتفقنا انا ممكن ارد بالقيمة الاسمية، وعايزين حضرتك تاخد بالك بس فكرة القيد بيتم ازاي. انا كل مرة لما اجي ارد القرض معنى كده ان انا بقفله،
كون ان انا اقفله وانا عارفة ان القرض ده طرف داين، لما اقفله بيكون عندي طرف مدين. ودايما لما اجي اقفل القرض او الغي السندات، لو حضرتك كنت فاكر قبل كده احنا دايما بنلغيها بالقيمة الاسمية، يبقى انا دايما هيكون عندي لما يقول لي ان انا هرد القرض دايما هيكون قرض السندات طرف مدين، والرقم اللي هيكتب هنا هو عبارة عن عدد السندات في القيمة الاسمية. المشكلة دايما هتبقى في حملة السندات. لو انا هرد القرض بالقيمة الاسمية يبقى معنى كده نفس الرقم اللي انا هحطه في قرض السندات هو نفس الرقم اللي انا هدفعه لحملة السندات، فانا لا عندي لا علاوة رد ولا عندي خصم رد. طيب لو انا جيت اقول ان انا هرد القرض ده بعلاوة رد، اتفقنا دايما ان هيكون عندي قرض السندات طرف مدين وبالقيمة الاسمية، لكن المرة دي انا هدفع رقم اكتر لحملة السندات اللي هم دايما بيكونوا عندي طرف داين من القيد. هم حملة السندات دول هديهم ايه؟ هديهم عدد السندات في القيمة اللي انا هرد بيها. طيب عشان القيد ده يتوازن يبقى لازم هيكون عندي جزء يكمل الطرف المدين هسميه علاوة رد السندات، بحيث ان انا لو جمعت قرض السندات زائد العلاوة ده عبارة عن المبلغ اللي انا هديه لحملة السندات. وبالطريقة العكسية لو انا برد بخصم الرد، فانا كل مرة عندي دايما قرض السندات هو عبارة عن طرف مدين بالقيمة الاسمية، وكل مرة عندي حملة السندات هم عبارة عن عدد السندات في قيمة الرد، والفرق ما بين الاتنين المرة دي سوف يكون جزء من الطرف الداين، عشان يكون حملة السندات وخصم الرد الاتنين مع بعض هيساوي قرض السندات. يبقى انا عندي دلوقتي انا ممكن ارد بقيمة اسمية، وبالتالي لن يكون هناك لا علاوة ولا خصم رد. قد يكون هناك انا برد بقيمة اعلى، فحقول من مذكورين قرض السندات زائد العلاوة مجموع الاثنين دول مع بعض هيمثل المبلغ اللي انا هدفعه لحملة السندات. لما اجي ارد بخصم رد فانا عندي المرة دي هيبقى فيه من حساب قرض السندات ده بالقيمة الاسمية الى مذكورين عشان يكونوا حملة السندات، وخصم الرد الاثنين يساووا القيمة الاسمية للقرض. طيب الخطوة اللي بتيجي بعد كده على طول حاجة شبيهة كده بالبنك صرف الفوائد. انا بالمبلغ اللي انا مفروض ارده لحملة السندات الحقيقة بخصص جزء من حسابي الجاري في البنك بسميه بنك رد السندات. ليه بعمل الكلام ده؟ عشان يكون مستاهل عليا ان انا لما بص في الحساب ده لو كان رصيده صفر يبقى معنى كده ان كل حملة السندات خدوا السندات بتاعتهم في الوقت اللي انا بحدده للبنك ان هم بيصرفوا خلال 15 يوم خلال شهر ايا ما كانت المدة. ولو لقيت رصيد موجود لسه في البنك رد السندات يبقى معنى كده ان انا في عندي مجموعة من حملة السندات لسه ما خدوش قيمة القرض في نهاية فترة القرض بتاعي. يبقى معنى الكلام ده انا بقول من حساب البنك رد السندات بايه؟ بالرقم اللي انا مفروض ان انا ادفعه لحملة السندات، سواء انا كنت هدفع لهم بالقيمة الاسمية او هدفع لهم بعلاوة رد او هدفع لهم بخصم رد. يبقى انا عايز اقول ان الرقم اللي مفروض ان انا ادفعه لحملة السندات هو نفس الرقم اللي انا بخصصه لبنك رد السندات. الرقم ده باخده منين؟ انا باخد جزء من حسابي الجاري الموجود في البنك يخصص للبنك رد السندات. فهنقول من حساب بنك رد السندات اهو ادي حساب مدين، والكلام ده هيقل عندي البنك الجاري بنفس الرقم. زي ما اتفقنا ان احنا بندي مهلة معينة لحملة السندات انهم ياخدوا قيمة القرض في نهاية الفترة. الرقم اللي انا هكتب بيه القيد ده هو الرقم اللي خده حملة السندات بالفعل، اللي هو ممكن يكون كل قيمة القرض ده لو كلهم خدوا فلوسهم، او ممكن يكون بقيمة اقل لكن لا يمكن يكون بقيمة اكتر، اللي هو من حساب حملة السندات هو عبارة عن عدد السندات اللي اتصرفت في قيمة الرد. الكلام ده لحساب بنك رد السندات. يبقى المرة دي البنك رد السندات هيتأثر بإيه؟ وحملة السندات بالمبلغ اللي تم صرفه فعلا. طيب نيجي بعد كده بيقول زي ما اتفقنا ان انا لو هرد على دفعات بستخدم نفس القيود في حالة الرد، ولكن كل الحكاية ان المبلغ هيختلف على حسب المبلغ المسدد.
يا ترى أنا عندي علاقة ما بين علاوة أو خصم الإصدار وعلاوة أو خصم الرد؟ الحقيقة ممكن نلاقي فيه علاقة وممكن مش هنلاقي. لو أنا بتكلم عن القيمة الإسمية فالحقيقة أنا اللي عندي لا علاوة أو خصم رد بحيث أن أنا أقدر أقارن بينها، ولا عندي علاوة وخصم إصدار. وبالتالي في حالة القيمة الإسمية أنا ما عنديش المشكلة دي هتظهر. أمال هي هتظهر فين؟ هتظهر لما أجي أرد بعلاوة رد أو بخصم رد، فحقارنها بعلاوة وخصم الإصدار. طب لو جينا نشوف كده ان انا عندي علاوة الرد، علاوة الرد دي انا بدفعها لمين؟ انا بدفعها لحملة السندات. انا بدل ما بدلهم القيمة الاسمية انا بدلهم قيمة اكبر. هي علاوة الاصدار مين اللي بياخدها؟ حملة السندات اللي بتاخدها الشركة. الحقيقة بتاخدها الشركة، وبالتالي ان هناك علاقة عكسية ما بين الاثنين، ان علاوة الرد تدفع لحملة السندات اما علاوة الاصدار فبتحصل عليها الشركة. بنفس الطريقة أنا عندي خصم الرد أنا بديه أو مين اللي بيستفيد منه؟ الحقيقة بتستفيد منه الشركة، لأن الشركة بتدفع رقم أقل من القيمة الإسمية. خصم الإصدار مين هيستفيد منه؟ الحقيقة هيستفيد منه حملة سندات لأنهم بيدفعوا رقم أقل. وبالتالي العلاقة ما بين علاوة الرد وعلاوة الإصدار علاقة عكسية، والعلاقة بين خصم الرد وخصم الإصدار أيضا علاقة عكسية. طيب تعال نشوف بقى تمرين كده احنا هنتكلم فيه عن السندات، وبما ان التمرين ده تعليمي فهو هيبدأ يشتغل معايا بالتلات احتمالات. مرة لو هرد بالقيمة الاسمية، ومرة لو هرد بعلاوة رد، ومرة لو هرد بخصم رد. هنقرأ مع بعض التمرين ده، موجود عند حضرتك في كتاب. التمرين ده المثال رقم 6 بيقول عندي طرحت احدى الشركات المساهمة 1100 سند 10%. العشرة في المية دي طبعا هي سعر الفايدة بقيمة اسمية 100 جنيه، اللي هو الرقم ده اللي هقارنه بسعر الرد عشان اعرف اذا كنت رديت بالقيمة الاسمية ولا رديت بعلاوة اصدار ولا رديت بخصم اصدار. زي ما اتفقنا ان السندات دي ممكن اخد قيمتها مرة واحدة وممكن اخد قيمتها على اقساط، فهو قال لي خلي بالك ان انا هاخد القيمة على قسطين، هما قسط اكتتاب وقسط تخصيص. طيب الشركة كانت عايزة كام سند؟ الحقيقة كانت عايزة 1100. عدد السندات اللي تم الاكتتاب فيها كانت 1050 بس، فانا جالي عدد اقل من العدد اللي انا كنت عايزه. طيب ال 1050 دول الناس طبعا دفعت لي قسط الاكتتاب، لان انا مش هقبلهم لما يدفعوا قسط الاكتتاب. لكن لما جم يدفعوا قسط التخصيص كان في مكتتب عنده 50 سند امتنع عن سداد القسط. لما بيحصل امتناع عن السداد انا مختلفة عن الاسهم شوية. في الاسهم انا باخد الاسهم بتاعته وابيعها في السوق. في السندات انا بلغي السند وبالتالي بلغيه بالقيمة الاسمية، وببدأ ارجع له المبالغ المستحقة له عن طريق ان انا بحمله بالمبالغ اللي ما دفعهاش بالاضافة لمصروفات ادارية او غرامات تأخير مقابل الامتناع عن سداد السندات. طيب وبعد 5 سنوات الشركة ردت السندات دي، ردتها مرة واحدة ولا على اقساط؟ الحقيقة هي ردتها مرة واحدة، وزي ما اتفقنا احنا بنسيب فترة للبنك رد السندات، وبعد الفترة دي بيبدأ يجي لي إشعار من البنك بيفيد إن كل الناس حملت سندات خدوا فلوسهم، أو إن في بعض الناس ما خدتش فلوس. فقال لي إن جالي إشعار من البنك بيفيد برد كل السندات في مواعيد استحقاق. هو عايز مني إيه؟ هو عايز مني الحقيقة المعالجة المحاسبية لعمليتين فقط. العملية الأولى إن هي بيع السندات، والعملية الثانية رد السندات. وخلي بالك ان هو ما كلمنيش خالص عن الفوائد، يبقى معنى كده الجزء بتاع الفوائد هو مش عايز ان حضرتك تحسبه في التمرين ده، بدليل ان هو ما ادانيش اي حاجة او اي معلومات عن الفوائد. يا ترى السنة دي الفوائد دي مواعيدها متداخلة مع نهاية السنة المالية ولا هتتفق معاها؟ وبالتالي هو طالب من حضرتك حاجتين بس، ان انت تقولي هي ايه العملية او ايه المعالجة المحاسبية لما جيت ابيع السندات وانا خدت قيمتها في صورة اقساط، ده واحد. الحاجة التانية الحقيقة اللي طالبها مني ان انا حالات رد السندات، والحقيقة هو الموضوع بتاعنا ان هو يشرح لحضرتك الثلاث حالات المختلفة للرد.
فقال لي انا عايزك تقولي المعالجه المحاسبيه لو انا رديت ب110. طب هسال حضرتك، وكانت القيمه الاسميه عندي 100 وانا هرد ب110، معنى كده المره دي انا هرد برقم اكبر من القيمه الاسميه، بمعنى ان انا هرد المره دي بعلاوه رد. هي العلاوه دي كام؟ العلاوه دي عباره عن سعر الرد بتاعي اهو ال110، لو انا طرحت منه القيمه الاسميه معنى كده انا عندي علاوه رد بتساوي 10 جنيه للسنه. يبقى هشوف عدد السندات اللي موجودة عندي، لو مضربها في 10 هتبقى دي علاوة الرد. الاحتمال التاني، لو حضرتك رديت بمئة جنيه للسند، والحقيقة المئة جنيه هي نفسها كانت القيمة الإسمية، بمعنى ان انا هرجع بالقيمة الإسمية انا اللي عندي العلاوة ولا عندي خصم للرد. يبقى معنى كده لو انا رجعت بمئة جنيه الحقيقة المرة دي انا رجعت بالقيمة الإسمية. الاحتمال الثالث اللي موجود عندي ان حضرتك هترجع السندات دي لكن هترجعها ب90 جنيه، معنى كده ان انت هترجعها برقم اقل من القيمة الاسمية، بمعنى ان حضرتك هترجعها بخصم رد. هو الخصم ده هيساوي كام؟ هيساوي القيمة الاسمية اللي هي 100 جنيه ناقص سعر الرد اللي هو 90، معنى كده انا كل سهم وانا كل سند وانا برجعه انا عندي خصم رد بيساوي 10 جنيه. فلو انا عرفت عدد السندات اللي عندي وضربتها في 10 ده هيكون هو عبارة عن خصم الرد. طيب احنا اتفقنا دايما ان احنا ما بنبدأ بنعمل حاجة بنسميها انا بمهد للحل. يعني ايه بمهد للحل؟ يعني بقول الارقام اللي موجودة عندي دي جت منين. هنبدأ نلخص البيانات اللي موجودة في التمرين. البيانات دي الحقيقة بتقول ان انا عندي الشركة لما طرحت سندات كانت عايزة 1100 سند. السؤال اللي بعده على طول، يا ترى انا جالي عدد السندات اللي انا كنت عايزها ولا عدد اقل ولا عدد اكتر؟ لو جالي عدد السندات او عدد اقل يبقى معنى كده الرقم اللي هلاقيه في البنك هيساوي عدد السندات اللي موجودة عندي لو ضربتها في قيمة قسط الاكتتاب، وهو ده الرقم اللي انا هصدر بيه السندات. اما لو جالي عدد اكتر من 1100 احنا اتفقنا ان احنا بنعمل عملية تخصيص والشركة ما بتطلعش غير 1100 سند. طيب انا فين دلوقتي؟ انا كنت عايزة 1100 سند، جالي 1050، معنى كده انا جالي عدد اقل من العدد اللي انا كنت عايزة. يبقى معنى كده المبلغ اللي انا هلاقيه موجود في البنك وهو يمثل بالنسبة لي قسط الاكتتاب هو عبارة عن عدد السندات اللي تم الاكتتاب فيها لو ضربتها في قيمة القسط. هو انا جالي كام سند؟ الحقيقة انا جالي 1050. طيب هو قسط الاكتتاب كان كام؟ كان 60. يبقى معنى كده انا لو خدت 1050 وضربتهم في 60 هذا الرقم اللي هو 63000 جنيه هو الرقم اللي انا هستخدمه عشان اعمل القيدين الاثنين بتوع قسط الاكتتاب. هو ايه المبلغ اللي موجود عندي في البنك؟ ده واحد. والحاجة التانية ان انا هصدر اسهم هصدر سندات بنفس الرقم اللي هو 63000 جنيه. طيب انا عندي دلوقتي كام سند؟ خلاص انا نسيت قصة 1100، انا اللي جالي 1050. لما اجي اطلب قسط التخصيص الحقيقة انا هطلبه بعدد السندات اللي تم الاكتتاب فيها اللي هو كام؟ اللي هو 1050 لما اضربها في قيمة قسط التخصيص اللي هو 40 جنيه. فانا هطلب من كل حملة سندات ان كل واحد فيهم هيدفع لي 40 جنيه. وليه هيدفع لي 40 جنيه؟ لان انا الحقيقة ما عنديش اي فلوس زيادة، فانا هطلب المرة دي القسط بكامل القيمة بتاعته. طيب لما نيجي نشوف هو ايه المبلغ اللي تسدد فعلا، يعني انا كنت عايزة منهم 1050 سند في 40 كنت عايزة منهم 42000 جنيه، لكن انا لما اجي اشوف المبلغ اللي تسدد فعلا الحقيقة هلاقيه 40000 بس. ليه؟ لان انا عندي في واحد معاه 50 سند ده اتأخر عن السداد مرضيش يدفع القسط بتاع التخصيص. يبقى معنى كده ان عدد السندات اللي تم او اللي موجودة فعلا او اللي اتحصلت فعلا هي عبارة عن 1050 لو طرحت منها 50 سند اللي اتأخر صاحبهم عن السداد. فأصبح عندي عدد السندات اللي أنا بتعامل معاها فعلا هي عبارة عن 1000 سند، الكلام ده في 40 جنيه.
يبقى انا عندي في القيد او في القيدين بتوع قسط التخصيص، انا مرة لما هطلب قيمة القسط انا هطلبها ب42,000، والحقيقة لما اجي اشوف المبلغ المحصل فعلا هلاقيه 40,000. مرة تانية الاربعين ده جه منين؟ الالف جنيه دول هم عبارة عن 1050 سند، لما اطرح منهم 50 سند بتوع المساهم اللي اتأخر عن السد. الحقيقة هو ده نفس الرقم اللي هلاقيه موجود عندي في نهاية القرض. ليه؟ لان انا مفروض عند النقطة دي انا بلغي 50 سند، ولما بلغيهم انا ببدأ اعمل زي الاسهم بالضبط، انا بحمل الشخص اللي اتأخر عن السداد الاقساط التي لم يتم سدادها. والحقيقة المرة دي انا عندي هم قسطين، طبعا دفع قسط الاكتتاب، يبقى معنى كده ان القسط اللي اتأخر عنده هو عبارة عن قسط التخصيص بالإضافة لأي مصروفات الشركة بتحملها. لما أجي أشوف في الآخر أو في نهاية مدة القرض، الحقيقة أنا هرجع كام سند؟ أنا هرجع 1000 سند، دول المتاحين عندي. هرجعهم بكام؟ الحقيقة هرجعهم بسعر الرد. هو إيه قيمة الرد؟ هو عبارة عن عدد السندات اللي موجودة عندي في سعر الرد، اللي ممكن يكون القيمة الإسمية وممكن يكون اكتر من القيمة الاسمية وممكن يكون اقل من القيمة الاسمية. فهو قال لي اول مرة انا هرد ب110 للسند، معنى كده انا عندي 1000 سند دول اللي موجودين في 110، فالحقيقة انا هدفع لحملة السندات 110,000 جنيه. لو حضرتك فاكر الكلام اللي احنا قلناه في الاول، انا كانت عندي علاوة رد بتساوي الفرق ما بين 110 و100، فانا عندي علاوة رد بتساوي 10 جنيه للسند الواحد. فعدد السندات معنى كده انا عندي 10,000 جنيه زيادة. او ممكن بطريقة تانية، 10,000 جنيه زيادة دي جات ازاي؟ هي عبارة عن الفرق ما بين المبلغ اللي انا هرده لحملة سندات اللي هو 110 والقيمة الاسمية اللي هي بتساوي 1000 سند في 100 جنيه، هتساوي 100,000 جنيه. الاحتمال التاني ان انا هرجع السندات ب100 جنيه، بمعنى ان انا هرجعهم بالقيمة الاسمية. الاحتمال التالت انا هرجع بسعر 90، معنى كده ان انا مفروض ارجع لحملة السندات 90,000 جنيه. الكلام ده يعني بالنسبة لي ان انا عندي خصم رد بيساوي عدد السندات في خصم الرد. هو انا القيمة الاسمية اللي عندي كانت كام؟ القيمة الاسمية كانت عندي 100 جنيه، وانا هرد بسعر 90، يبقى معنى كده ان انا عندي خصم رد للسند الواحد بتساوي 10 جنيه. او ممكن اجيبها بطريقة تانية، هو القيمة الاسمية للسندات 100,000 جنيه، انا مفروض ارجع لحملة سندات 90، معنى كده ان هناك خصم رد يمثل الفرق ما بين 100,000 و90,000 جنيه. طيب انا عايزة بقى ابدأ اشوف قيود اليومية. والحقيقة احنا حاولنا ان احنا نخلي كل مجموعة من القيود مع بعضها بلون مختلف عشان تكون الامور واضحة بالنسبة لحضرتك. اتفقنا ان كل قسط من الاقساط بيكون له قيدين. فمثلا قسط الاكتتاب انا عندي حاجتين، اول حاجة بشوفها هو ايه المبلغ اللي موجود في البنك. انا هروح في البنك الاقي كام؟ الحقيقة انا هلاقي عدد السندات اللي تم الاكتتاب فيها اللي هي 1050، وكل واحد منهم دفع 60 جنيه اللي هي قيمة قسط الاكتتاب. فأول قيد هلاقيه عندي من حساب البنك لقسط الاكتتاب في سندات أو قسط الاكتتاب بكام؟ ب63,000 جنيه. طيب أنا عندي احتمال من اتنين، يا إما أن عدد السندات بتساوي أو أقل عدد السندات اللي أنا عايزاها اللي هي الحالة بتاعتي، فأنا هطلع كل المبلغ اللي موجود عندي ده هصدر بيه سندات، فهقول من حساب قسط الاكتتاب الى حساب قرض السندات. طب لو كان جالي عدد اكتر، الحقيقة كنت هطلع هنا قرض السندات بعدد السندات اللي انا عايزاها في قيمة قسط الاكتتاب. طيب ده قسط الاكتتاب وخلصنا منه، وانا ما عنديش فلوس زيادة، وبالتالي لما هاجي اطلب بعد كده قسط التخصيص، الحقيقة انا هطلبه بايه بقى؟ خلي بالك احنا عايزين نطلب من حملة سندات ان هم يدفعوا لي قيمة قسط التخصيص. هو انا عندي كم سند؟ انا عندي 1050، وقيمة قسط التخصيص كام؟ 40 جنيه. فالحقيقة لما هطلب منهم ان هم يدفعوا لي القسط،
انا هطلب منهم يدفعوا لي 1050 في 40 جنيه، يعني عايزة منهم 42000 جنيه من حساب قسط التخصيص الى حساب قرض السنة ده. طيب يا ترى الناس دي هتدفع فعلا ايه؟ الحقيقة مش هتدفع ال 42000 جنيه. ليه مش هتدفعهم؟ لان انا في عندي ال 42 لما اطرح منهم ان في مساهم، اسفة، ان في صاحب سند اتأخر عن السداد، صاحب السند ده كان معاه 50 سند وقيمة القسط 40، يبقى معنى كده ال 42 اللي كنت عايزاهم هينقص منهم 2000 يتعلقوا بحامل السند المتأخر عن السداد. بمعنى ان الرقم الموجود عندي فعلا في البنك 40000 جنيه من حساب البنك لحساب قسط التخصيص. ده ايه ده؟ ده المحصل من قسط التخصيص عن 1000 سند بواقع 40 جنيه للسنة. طيب الكلام ده لو انا شفته بعد ما اتأخر عندي مكتتب في السندات كان عنده 50 سند اتوقف عن القسط بتاع التخصيص، فالمبلغ اللي قال هو عبارة عن 50 في 40، يعني الراجل ده ما دفعش 2000 جنيه. الرقم ده انا هحتاجه لما اجي اشوف انا هحاسب ازاي صاحب السند المتأخر عن السداد. هنرجع مرة تانية، انا عندي قسط الاكتتاب تم على مرحلتين او على قيدين، مرة الفلوس اللي موجودة في البنك لحساب قسط الاكتتاب، والمرة التانية انا طلعت بالمبلغ اللي موجود في البنك كله سندات، لان عدد السندات جالي اقل من العدد اللي انا كنت عايزاه. كل قسط بعد كده مرة بطلب القسط، فبقول من حساب القسط على حسب اسمه قسط التخصيص، ده القسط الاخير لحساب قرض السندات. ولما باجي بعد كده بشوف المبلغ المحصل في البنك بقول من حساب البنك الى حساب القسط. انا عندي دلوقتي لسالي حاجتين، لسالي المساهم اللي اتأخر عن السداد هتحاسب معاه ازاي، ثم انا عايزة ارد قرض السندات في الاخر بتلات احتمالات. مرة لو انا رديته بقيمة او بعلاوة رد، ومرة لو رديته بالقيمة الاسمية، ومرة لو رديته بخصم رد. الاول حضرتك هتتعامل ازاي مع صاحب السندات المتأخر عن السداد؟ السندات دي هو عنده كم سند؟ هو عنده 50، واتفقنا ان احنا دايما لما بنلغي السندات فبيظهر عندي قرض السندات طرف مدين بعدد السندات في قيمة اسمية، معنى كده ان انا هلغي او هقلل قرض السندات بما يعادل 5000 جنيه. عشان اشوف المبلغ اللي انا هديه لصاحب السندات المتأخر عن السداد، الحقيقة قبل ما اوصل للرقم ده فانا لازم اخصم منه الاقساط اللي ما دفعهاش، اللي هي عبارة عن قسط التخصيص، هو عبارة عن 50 سند في قيمة القسط اللي هي 40 جنيه، وكمان الشركة هتحمله مصروفات ادارية قيمتها 500 جنيه، يعني معنى كده ان هو مفروض يدفع لي 2500 وله عند الشركة 5000 جنيه. يبقى معنى كده ان الفرق ما بين المبالغ اللي ما سددهاش صاحب السند المتأخر عن السداد وقيمة السندات او القيمة الاسمية للسندات، لان انا بلغي بالقيمة الاسمية، الكلام ده هيبقى الفرق ما بين الاتنين هو عبارة عن المكتتب في السندات المتأخر عن السداد، وظهر عندي كجزء من الطرف الداين عشان الشركة مفروض تدفع له هذا الفرق. الفرق ده بيتدفع عندي اما عن طريق البنك يا اما عن طريق النقدية من حساب المساهم او المكتتب في السندات المتأخر عن السداد بالألفين وخمسمية اللي هي قلنا المبلغ المستحق له الى حساب البنك او الى حساب النقدية. هتبقى عندي في الاخر بقى مشكلة الرد، واحنا قصدين ان التلات قيود يظهروا قدام حضرتك مرة واحدة. الحقيقة انا عندي تلات قيود هيبقوا موجودين دايما في الرد. القيد الاولاني انا بقفل قرض السندات وبشوف المبلغ المستحق عليا لحملة السندات. الحاجة التانية انا بفتح حساب اسمه البنك رد سندات وباخده من البنك جاري. الحاجة التالتة انا بشوف حملة السندات يا ترى كلهم خدوا المبالغ المستحقة ليهم ولا في حد اتأخر عن السداد. فانا كل مرة عندي تلات قيود انا عايز اعرف هتعامل معاهم ازاي. اول قيد الحقيقة وهو اهم قيد اللي هو بناء عليه هيترتب القيود اللي هتيجي بعد كده، احنا اتفقنا ان انا عندي دايما قرض السندات بيظهر كطرف مدين بالقيمة الاسمية. هو انا عندي كام سند؟ الحقيقة اصبح عدد السندات اللي عندي
ألف سند بعد ما في واحد له 50 سند اتأخر عن السداد. فدايما في كل الاحتمالات سواء رديت بالقيمة الإسمية أو بعلاوة رد أو بخصم رد، أنا كل مرة هقفل قرض السندات بالقيمة الإسمية، بمعنى عدد السندات اللي عندي لو ضربتها في القيمة الإسمية. وفي كل مرة هيبقى عندي حملة السندات هم عبارة عن عدد السندات اللي موجودة لو ضربتها في سعر الرد. فأول مرة قال لي أنا هرد ب110، معنى الكلام ده زي ما اتفقنا قبل كده أن أنا هرد بعلاوة رد. يبقى إذا كان عندي قرض السندات طرف مدين ب100,000، وحملة السندات دايما هيبقوا طرف داين لأن الشركة ملزمة أنها ترجع لهم فلوسهم، يبقى معنى كده لو أنا هرد برقم أكبر سوف تظهر علاوة رد السندات كجزء متمم للطرف المدين، عشان يكونوا مجموع الاثنين دول بيساوي المبلغ المستحق عليا لحملة السندات. ده أول حاجة. تاني، لو أنا عندي علاوة رد فمفروض هيكون القيد من مذكورين: قرض السندات هو عبارة عن عدد السندات في قيمة اسمية، ثم حساب علاوة الرد، الاثنين دول مجموعهم مع بعض هيساوي المبلغ المستحق لحملة السندات. زي ما اتفقنا الرقم ده هو الرقم اللي انا هفتح بيه حساب هسميه بنك رد السندات. الرقم ده مرة تانية هو الرقم اللي هيتفتح بيه حساب هسميه حساب رد السندات. هو الحساب ده انا هاخده منين؟ الحساب ده انا هاخده من البنك جاري، وبالتالي هيكون القيد عندي بالمبلغ المستحق لحملة سندات من حساب البنك رد السندات الى حساب البنك جاري. ده تخصيص حساب مستقل لرد السندات. طيب هنيجي بعد كده المبلغ اللي هيظهر عندي هنا وهقول فيه من حساب حملة سندات للبنك رد السندات، هو عبارة عن عدد السندات اللي تم ردها في سعر الرد. لو انا جيت اشوف هنا، هو قال لي ان كل الناس خدت السندات بتاعتها في الوقت اللي احنا محددينه، يبقى معنى كده نفس الرقم ده اسمه من حساب حملة سندات لحساب البنك رد السندات. ده اول احتمال عندي لو انا قررت ان انا ارد السندات بعلاوة رد. طيب الاحتمال التاني، انا هرد السندات بالقيمة الاسمية اللي هي 100 جنيه. انا عندي كم قيد؟ انا عندي التلاتة. القيد الاولاني اللي انا بقفل القرض وبشوف المبالغ المستحقة عليا لحملة سندات. القيد اللي بعد كده انا بفتح بالرقم ده حساب بسميه البنك رد السندات للبنك جاري. الحاجة الاخرانية انا بشوف حملة السندات اللي صرفوا كام من حساب حملة سندات الى حساب البنك رد السندات. طب تعال نشوف كده لو انا برد بالقيمة الاسمية ايه اللي هيحصل. الحقيقة زي ما اتفقنا ان قرض السندات دايما هيبقى الطرف المدين عبارة عن عدد السندات في قيمة اسمية، وبان انا هرجع لحملة سندات قيمة السندات بالقيمة الاسمية، معنى كده ان الرقم بتاع قرض السندات بيساوي تماما المبلغ المستحق عليا لحملة السندات. معنى الكلام ده ايه؟ معناه ببساطة ان انا عندي لا علاوة رد ولا عندي خصم رد. طيب امال انا هفتح بنك رد السندات بكام؟ بالمبلغ المستحق عليا لحملة السندات. معنى كده هيكون عندي 100,000 جنيه من حساب البنك رد السندات لحساب البنك الجاري. انا خصصت حساب مستقل لرد السندات وخدته من البنك الجاري. لما اجي اشوف حملة سندات هما كم واحد دفع؟ الحقيقة كلهم اسفة، وكم واحد خد؟ هما كلهم خدوا الالف سند، اتخذت قيمتهم في سعر الرد اللي هي 100 جنيه من حساب حملة سندات الى حساب بنك رد السندات. المرة دي انا هرد القرض ولكن بخصم رد. طيب قرض السندات هيتغير؟ ابدا، قرض السندات هيظهر عندي طرف مدين بعدد السندات في قيمة اسمية وهو الطرف المدين، وحملة السندات كل مرة هتظهر بعدد السندات لو انا ضربتها في سعر الرد، فانا هدفع لها لحملة السندات 90,000 جنيه. هذا القيد غير متوازن، وعشان يتوازن هيظهر عندي حساب اسمه خصم رد السندات بالفرق ما بين القيمة الاسمية والفرق ما بين المبلغ اللي انا هدفعه لحملة السندات.
السؤال اللي بعده هو حضرتك هتخصص كام في البنك رد السندات؟ الحقيقة هخصص المبلغ المستحق لحملة سندات اللي هو 90,000 جنيه. ده الرقم اللي أنا بفتح بيه حساب بسميه من حساب البنك رد السندات للبنك الجاري. كل الناس خدت فلوسها، كل الناس خدت فلوس. طب افرض في التمرين ده بدل ما أنا كان عندي 1000 سند إن في 900 واحد خدوا فلوسهم بس، فأنا كنت هقول من حساب حملة السندات للبنك رد السندات، لكن بعدد السندات اللي الناس خدتها اللي هي 900 لو ضربتها في سعر الرد اللي هو 90. نيجي بعد كده نشوف احنا اشتغلنا ايه في الفصل الثالث اللي هو كان عبارة عن المعالجة المحاسبية عن الالتزامات طويلة الاجل او سندات. الحاجات اللي احنا اشتغلناها المقدمة بتاعت الفصل، وكنا بنتكلم فيها عن الاسباب الاكثر شيوعا واللي بتدعو الشركات المساهمة الى الاقتراض عن طريق السندات، وطلبنا من حضراتكم ان انتوا تقروا الفرق بين السهم والسند وانواع السندات المختلفة. ثم اشتغلنا المعالجة المحاسبية لإصدار السندات، سواء أنا هصدر السندات دي بالقيمة الإسمية أو بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار، وبناء عليها كنا تعرفنا على إيه الفرق ما بين القيمة الإسمية وسعر الإصدار، واتفقنا إن السندات أنا ممكن أحصل قيمتها مرة واحدة أو أحصل قيمتها على أقساط. هتعامل إزاي مع حاملي السندات اللي بيتخلفوا عن السداد، واتفقنا ان احنا بنلغي لهم السندات بتاعتهم بالقيمة الاسمية ورد المبلغ المستحق لصاحب السند المتأخر عن السند. واخر حاجة كمان ان انا ازاي كنت بعرض قرض السندات في قائمة المركز المالي، واتفقنا ان قرض السندات ده بيظهر ضمن الالتزامات طويلة الاجل، اذا كانت بالقيمة الاسمية فبيظهر قرض السندات لوحده، اذا كان بعلاوة إصدار بضيف عليه علاوة إصدار، إذا كان بخصم إصدار بنخصم منه قيمة خصم الإصدار. ثم المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن المعالجة المحاسبية لفايدة السندات في حالتين، لو اتفق مواعيد سداد الفايدة مع نهاية السنة المالية، أو لو اختلف مواعيد سداد الفايدة مع نهاية السنة المالية وما اشتغلناش إصدار السندات فيما بين تواريخ الفوائد. الحاجة الخامسة والأخيرة اللي احنا اشتغلناها في السندات واللي احنا اشتغلناها النهاردة، المعالجة المحاسبية لرد قرض السندات، سواء كان انا برد بالقيمة الاسمية او برد بعلاوة رد او برد بخصم رد. بكده نكون ده الجزء اللي احنا اشتغلناه فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للسندات. الحقيقة احنا فاضل عندنا محاضرتين، ثم لو فضل وقت هنشتغل بعض التمارين اللي كانت موجودة في الامتحانات، وهندرب حضراتكم على الاختيارات المتعددة. المرة الجاية هنبدأ ناخد قائمة التوزيعات لمدة محاضرتين، ثم هناخد بعض الأمثلة أو بعض التمارين اللي احنا ممكن نشوف هنحلها ازاي. أنا بشكركم شكرا جزيلا ونشوفكم على خير المرة.